علم من مصادر مطلعة بأن محاولة اختطاف فتاة قاصر تبلغ من العمر 11 سنة انتهت بتوقيف مشتري المواد المستعملة أي مولا فراي وزميله. وأوضحت ذات المصادر بأن الحادث الذي وقع بحي الزاوية بجماعة أورير شمال أكادير صبيحة اليوم السبت 26 فبراير الجاري جاء بعدما قام أحد الموقوفين بمحاولة استدراج الضحية من أجل الركوب معه بالسيارة التي يستغلها لتجميع المشتريات من المواد المستعملة، لكن ذلك تزامن مع وجود خالة الفتاة حيث أطلقت هذه الأخيرة العنان للصراخ، الأمر الذي عجل بحضور عدد من المواطنين إلى عين المكان ومحاصرة الموقوفين بعدما حاول الفرار نحو وجهة مجهولة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.